خير كثير. فقد اهتم الإسلام بالوقت وبين أهميته، ونجد ذلك واضحا وجليا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم كذلك بالعصر، والعظيم إذا أقسم بشيء دل على عظمته وضرورة العناية به. قال بعض العلماء: في إقسامه سبحانه وتعالى بالعصر هو تنبيه لعباده المؤمنين إلى المحافظة على الوقت، وأن نصيب الإنسان من هذه الحياة هو هذا الوقت. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العمر كنز، من أنفقه واستثمره في طاعة الله تعالى